صباحكم الله بالخير، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم سنسلط فيها الضوء على انطلاقة الجولة السابعة من دورينا، إضافة إلى مباراتي الدرجة الأولى، وأيضا الأحداث اللي حصلت خاصة بعد إعلان الكابتن المدرب الوطني أنور يعقوب عدم الاستمرار أيضا كمدرب لفريق برقان. هذه الأمور راح نناقشها إن شاء الله مع ضيوفنا ومحللينا، إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى. هنرحب فيهم علي مين، رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد كرة القدم سعود مشلش، بجانبه الحارس السابق الكابتن نواف الخالدي. علي صار نتشرف اليوم في أول زيارة وأول إطلالة، وإن شاء الله ما تكون الأخيرة، المدرب الوطني واللاعب السابق الكابتن محمد الذروة، ونشكره أيضا على تلبية الدعوة. اللاعب العربي نعم، ونتشرف فيه ابو عبد الله، مضافه يسعدني الله يسعدك، مبروك سعاد، الله يبارك في عمرك. ايضا اخر الحضور اللاعب السابق كابتن احمد موسى مبارك. طبعا اعتذر منك ومن الاخوان ومن المخرج على التاخير، لا يعني والله سامحونا يا ربي وحتى المشاهدين الكرام، واحنا نعتذر منكم. اي والله نعتذر، انا يعني اني انا تاخرت على الحضور، اعتذر منكم من الاخوان التاخير البسيط اللي حصل، لكن ان شاء الله عندنا ساعه ونص راح نناقش فيها كل المواضيع اللي ذكرتها. خل اذكركم بارقام هواتفنا اللي حاب يشاركنا ايضا في بعض الاخبار، بعض المواضيع الرياضيه او الكرويه او العرباويه، بما ان اليوم ايضا مباراه العربي. هذه ارقام هواتفنا. الشكر لرعاتنا وداعمينا شركه وينرز العالميه، معقمات هايجين ومياه بيرين، اخوي فهد البكر وبدر البكر مشكورين. الشكر لشركه اتش واي سي ام وعماد الراشد وسلطان، شكرا لك. نظارات كيفان، شكرا للاخوان في نظارات كيفان واخوي وال الصبيح. شكر لمعرض الوجاهه للاقمشه اخوي خالد الكندري، شكرا لك. الطياب القمه اخوي عبد الله العتيبي مشكورين. شكر لدير اندير اخوي محمد العنجري ومدام شاديه. الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاء جيفو فوزيوس في الكويت اخوي طواري مدلول. والشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه اخوي مشار بلال. واخيرا الشكر لمتادور ديزاين اخوي اسامه واخوي سلمان مشكورين. قبل لا نبدا بالتاكيد يعني بعض الامور الاجتماعيه، خل اعزي احد الزملاء الاعزاء المخرج في القناه الثالثه الرياضيه اخوي محمد الحجي، احد الاصدقاء اللي عاصرته وعاشرته ولا زلت طبعا اتشرف بهذا الشخص وهذا الرجل تركي. نعم، في القناه الثالثه من الرجال المبدعين والمخلصين في عملهم. نعزي بوفاه والده، عظم الله اجرك يا اخوي محمد، ونسأل الله تعالى أن يسكن فسيح جناته. أيضا خل أبارك لأخوي أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري، وأيضا أخوي علي عفيف. أكرم اليوم تواجد في الكويت، اليوم حفل زفافة، نبارك له ولي طبعا بالتأكيد لأسرته الكريمة، وأيضا خلينا نقول نسايبه تأكيد، احنا وقطر واحد ما في شك. اليوم يعني حتى اكرم يقول اذا سجلت جول في مرمى الكويت طبيعي ما راح احتفل، يعني شيء اكيد يعني، ولا تروح فيها ولا ينام برا البيت ولا ايه ولا تروح فيها. عموما مبروك وبالرفاه والبنين يا اخوي اكرم، وتحيه لك وايضا لاخوي جاسم ايضا من الدوحه كان متواجد مع اخونا اكرم. قبل لا ابدا، ليش احمر اليوم؟ احمر عشان فحيل، كلنا احمر. النابي بعدين اكرم عفيف بعد اقول اقصير احنا اكرم عفيف ومو النابي احمر بس. عموما قبل لا ابدا، انا امس اصدروا قرعه دوري ابطال افريقيا، و نعم الظاهر خل بعدين اجهزها مو مشكله. عموما خروح حق ابو عبد الله، بس قبل لا ادخل في الاجواء، اعتقد في لك تصريح ابو عبد الله اخونا مطلق نصار في علم مكشوف، وانا ما الى علمي ان بعض الزملاء زعلانين انك يعني انتقدتهم او يعني اتبان عليهم سواء في القناه الثالثه او المحللين في القناه الثالثه انهم ما يتابعون او ما يتابعون المباريات ويحللون المباريات، فاتمنى توضح هذه النقطة لأنه صار في لغط عليها وعتب عليك يعني. لا شوف، أنا اللي كان كلامي واضح، اللي حصل أن أنت بدأ من فتحت هذا الموضوع، أنا ما كنت يعني أنت فاجأتني في السؤال هذا صراحة. لكن ما تبي تجاوب ترى؟ لا لا راح أجاوب، بالعكس بالعكس. ليش؟ لأن في موقف أنا يعني انزعجت منه صراحة،
والحين راح اقول لك شيء ما قلته حتى مطلق نصار صراحه. نعم. يعني انا رايح حولي رايح حق شو اسمه شو يسمونه مكتب الخدم. نعم. سبحان الله يعني واجهت احد محللين الموجودين محللين يعني فقال لي ابو عبد الله حياك عندنا بالقهوه وصدقني اذا تقعد معانا راح تحلل اكثر من برنامج راح تكون موجود في اكثر من برنامج صراحه. اوف. فرديت عليه شخص صديق برد قلت له ومنو قال لك اني انا ابي اشارك في اكثر من برنامج يعني منو قال لك اني انا ابي او عندي رغبه فيها انا الحمد لله موجود ومشارك في برنامج يعني لا بس هالكلام ما شنو قصدي يعني انا اختلف مع ابو عبد الله اسمح لي يعني انت كذي قاعد تطعن في 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 حتى الاخوان في اداره القناه الثالثه لا شوف إن لا, لا 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 والله اللي يقعدون بالقهوه ربعهم ويو خليني اقول لك شغله انا شوف اعتقد انهم ابعد من 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 هذا الامر يعني, يعني انا اقول انا اقول المسؤولين حتى في القناه الثالثه بريئين من شخص مع افتعل كلمه او قالها غير مسؤول عنها المحسوبيه موجوده عرفت لكن انا اقول لك لما انت يجيك شخص معين على فكره يعني ويقول هذا الكلام لك انت وانا رديت عليه قلت له انا من قال لك اني انا عندي رغبه اني انا اشارك في اكثر من برنامج وتركت هذا فانا القصد مش شاهد من هذا الكلام يعني ان ان اي محلل يفترض انه يكون غدوه انت تطلع بالشاشه ولابد انك انت تكون عندك يعني حتى الشفافيه والحياديه ويكون عندك حتى حتى لما تتكلم تتكلم يعني عن درايه. نعم. انا اعتقد بهذا الاسلوب في بعض الـ 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 بهذا الشخص هذا صاحب هذا الاسلوب انا ما عجبني صراحه. نعم. وفعلا فعلا ما يقول هالكلام انا قاعد اقول او يمكن قال انه بحكم يمكن قشمره لا يعني او يمكن ما توقع انك مثلا تقول هالكلمه مثلا لا انا لهذا السبب انا قاعد اقول لك يعني احنا ما نتكلم انا قاعد اقول لك يعني في ناس حتى في 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 في, في الاذاعه مثلا انا قاعد اقول لك لما تشوف انت لما تشوف شخص يتصل ومجموعه تضحك من شخص انا شفت وسمعت فانا اللي اقصده في هذا الكلام الاخلاقيات المحلل لابد انه يكون غدوه ويكون نموذج ويكون عنده الحياديه حتى يظهر بصوره زينه حقه وايضا حق القناه. نعم. طيب عموما بالتاكيد يا ابو عبد الله وجودك شرف لنا ومكسب لنا ونتشرف فيك واضافه واعتقد حتى الاخوان في القناه الثالثه يعرفون يعني مدى تأثير كل محللينا وزملائنا ووجودهم إضافة بالتأكيد لكل البرامج الرياضية. أنا بروح حق القرعة ما دام جزت عند الإخوان عشان كنت بتكلم عنها في البداية. قرعة دورة أبطال أفريقيا أسفرت عن الآتي يا إخوان. أبتكلم عن المجموعة الأولى. المجموعة الأولى منو فيها يا إخوان؟ الأهلي ربع مبارك الدوسري وصن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني الهلال ربع مبارك الدوسري والمريخ السوداني. يعني شوف الصدفة شوف يعني طبعا راح نقول صدفة لأن احنا يعني نقول صدفة نقول والله يات بالحظ سبحان الله سبحان الله الحظ يا جماعة. قبل القرعة خل عشان أوريكم الحظ والصدفة أنه مع الأهلي والأهلي شلون قاعد تهيئ له الظروف أنه يصير بطل أفريقيا ولا دور المصر. تخيلوا قبل القرعة قالوا الملاعب السودانية ممنوع يلعب فيها. شوف سبحان الله ممنوع. وين يلعبون؟ يلعبون بالملاعب اللي يعني مثلا الأهلي راح يلعب مع الهلال السوداني تخيلوا بمصر ذهاب وياب يلعب مع المريخ السوداني ذهاب. سبحان الله يعني الحين قبل القرعة صارت الملاعب السودانية ما تنفع حق مباريات وسبحان الله إن الفريقين السودانيين طاحوا بالاهلي طاحوا مع الاهلي سبحان الله يا جماعه ايش هالحظ هذا حظوظ سبحان الله. وبعدين يقول لك طبعا الزمالك نيتهم طيبه يا ابو اي طبعا الزمالك بيلعب مع منو؟ مع الوداد المغربي يروح المغرب ومع بترو اتلتيكو الانغولي يروح انغولا وساجودا الانغولا يعني حتى ما حطوا له فريق قريب منه السودان فريق يعني تخيلوا قرعة بس مرادهم يلعبون اذا اجتازوا المجموعه مرادهم يلعبون بعدين يقول لك الاهلي خذ الدوري بجداره خذ ابطال افريقيا بجداره وين جداره؟ لا لا هو اول وثاني المجموعه راح يتاهل يعني لا انا اتكلم بالزمالك والاهلي راح في ارهاق في تعب في سفر في رحلات يا ابو عبد المحسن انت رياضي وتعرف
اليوم انت لما تلعب 5 مباريات على ارضك وعندك مباريات دوري، عندك مباريات كاس مصر، سبحان الله سبحان الله. لا ولا وقت كورونا بعد كورونا لا والله يا اخي العب يلا نروح حق مباراه العربي والشباب احسن. العربي الغائب عن الانتصارات بالجولتين الماضيتين يستقبل الشباب الجريح بالمنصورية. البداية جاءت لأصحاب الأرض، تسديدة صاروخية من الكرواتي جوسيب لا تصد ولا ترد سكنت شباك الشباب. كازيني بيتش الكرة معاه يفكر في التصويب، الله 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 الله. زيد زكريا حاول العودة من تسديدة وصلت لأحضان سليمان عبد الغفور. العربي استطاع تسجيل الهدف الثاني من رأسية بندر السلامة مستغلاً عرضية متقنة من السنوس الهادي. السلامة يعود مجدداً وحاول تعزيز النتيجة بهدف ثالث، لكن أحمد دشتي يتصدى للفرصة. في شوط المباراة الثاني سلطان العنزي يراوغ بطريقة رائعة لتصل الكرة عند علاء الدالي الذي أنهاها بشكل مثالي بشباك أحمد دشتي. الدالي سنحت له فرصة لتسجيل هدف رابع وواجه مرمى الشباب لكنه لم ينجح. الأخضر واصل هجمات واحدة تلو الأخرى على مرمى الشباب، لكن لاعبو العربي تفننوا بإضاعة الفرص حتى أطلق الحكم عبدالله جمالي صافرته بانتهاء المواجهة بفوز عرباوي بثلاثية نظيفة. فواز صلال لبرنامج الديربي. شكرا أخوي فواز، قد لك للعربي، هار لك للشباب، خسارة ثقيلة، مستوى الشباب يحتاج إلى إعادة نظر. يمكن ما أخذنا لقاءات بعد المباراة على اعتبار أن اليوم كانت أيضا مباراتين في الدرجة الأولى، وإحنا نحاول أيضا نسلط الضوء على الدرجة الأولى، على الأقل نعطيهم حقهم من ناحية التغطية التلفزيونية. فنعتذر من الإخوان في النادي العربي ونادي الشباب، لكن الله يسامح الإخوان أيضا، يعني 3 مباريات في يوم واحد وفي توقيت واحد، يعني حتى التغطية شوي صعبة بالنسبة. نتمنى من لجنة المسابقات على الأقل المباريات درجة الأولى تكون في يوم بروحها حتى نعطيها حقها أيضا من ناحية التغطية الإعلامية والتحليل الفني. أشكر الأخوان في نادي الشباب، أنا شفت تصريحات بعد المباراة، شفت أعتقد عمر محمد طلع في لقاء تلفزيوني، أشكر أخوي جابر الزنكي اللي سمح لعمر، وأشكر عمر، يعني هذه الاحترافية أتكلم عنها. فريق خسران 3، فريق ما قاعد يقدم شيء في الدوري، لكن بعد المباراة حتى كلام عمر يستحق الاحترام والتقدير، يعني برر أسباب النتيجة وأسباب الخسارة، فكل الشكر لهم. هذا المنظر اللي ودنا نشوفه في ملاعبنا، تخسر 3، تخسر 2، تفوز، اطلع وواجه الإعلام وقدر المراسلين اللي حاضرين والتغطية الإعلامية اللي موجودة. عموما هذه بس مقدمة قبل لا أروح حق الإخوان من ناحية اليسرى، الإخوان العرباوية والقصورة في الإخوان. أبدأ أبو عبد الله. أبو عبد الله، كانت الأنظار كلها على العربي وخاصة المدرب، حسب ما نقل بأنه هو إنذار أخير، إذا الفريق في مباراة الشباب لم يظهر بالصورة المطلوبة أو يخسر سيتم إقالة المدرب. هل فعلا اليوم ظهر بصورة يعني مرضية العربي فنيا؟ شوف طبعا احنا شفنا، طبعا قبل اتكلم عن نادي العربي اتكلم عن نادي الشباب ابو سعود. نعم، يعني احنا شفنا اداء نادي الشباب الحقيقه، شفنا فريق يلعب زون كامل مسلم بناء الهجمه لفريق نادي العربي، يوصل الى نص الملعب وكانه يقول له تعال العب في ملعبي. شفنا فريق مستسلم الحقيقه، وشفنا يعني نقطة مهمة جدا وفيها تفاصيل دقيقة الحقيقة بالنسبة لوسط الملعب نادي الشباب، ما في ولا لاعب من هذه العناصر الأربعة يجيد مهارة الافتكاك، افتكاك الكرة. نعم، احنا شفنا دائما هم يطلبون الكرة
اثناء الاستحواذ تجدهم مع بعض يتناقلون في الكره، لكن عند فقدان الكره تجد ولا لاعب، يعني حتى لو تشوف الهدف الاول اللي سجل كان اللاعب طبعا سجل هدف كان تمرين زقزاق وصل الى التصويبه بدون اي رقابه من اللاعبين وبدون اي مهاجم، مع انه بين اربع لاعبين وفي طبعا مصطلح في علم التدريب اللي هو المهاجمه، المهاجمه هذا تكون للمدافعين اكثر من المهاجمين. ما شفنا المهاجمه من قبل لاعبي الوسط لاي لاعب من وسط نادي العربي، لذلك احنا شفنا لعب نادي العربي بكل اريحيه، شفنا السنوسي في الجهه اليسرى، محمد فريح ايضا في الجهه اليمنى. اعتقد ان كان هناك فعلا يعني فرص حقيقيه لنادي العربي كالعاده، لكن المشكله كانت يعني بالنسبه لنادي الشباب ما كان هناك في رقابه من لاعبي وسط الميدان في وسط الملعب. وايضا لو تلاحظ حتى تشوف يعني الهدف الاول، ايضا شوف الهدف الثالث سلطان العنزي لف على اللاعبين ولعب الكره ما بين اللاعبين، يعني السؤال يطرح نفسه، هل سلطان لاعب سريع؟ هل لاعب يعني سرعته عاديه؟ دخل ما بين اثنين، ما كان هناك حتى في خبره في يعني الاحتكاك مع اللاعب، تعمل فاول تكتيكي. فاعتقد ان نادي الشباب لم يكن بالصوره، لذلك انا انصح اخواني في نادي العربي لا ننخدع بهذا الاداء. الخصم للاسف المنافس لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن ما زال النادي العربي يحتاج الى مهاجم راس حربه صريح يترجم الفرص الكثيره من خلال هذا اللاعب. ايضا الدفاع لو تلاحظ بسعود ومحسن واخوي نواف واخوي احمد ان المدافعين كل هجمه تكون خطره على النادي العربي، كل كره عرضيه تجد تركيز اللاعب ما هو التركيز، ما في تفاهم، ما في حتى تواصل ما بين المدافعين. فانا اعتقد ان نادي الشباب هو قدم المباراة من ذهب الى نادي العربي وبالتالي استحوذ نادي طيب. العربي. ابو موسى رايك في كلام ابو عبد الله؟ والله هل العربي فاز لان الشباب سيء مو عشان العربي زين؟ شوف طبعا انا اول شيء مبارك للنادي العربي جماهير ولاعبين واداره وجهاز فني واداري. انا اتفق مع كلام ابو عبد الله امانه، يعني العربي اليوم قدم مستوى طيب وقدم مباراه جميله، وهي الفوز معنوي اكثر منه كفوز يعني لاثبات قدره العربي. اليوم العربي ما يقدر يثبت قدرته على هالفريق صراحه، مع احترامي لاخواني نادي الشباب، لكن نادي الشباب واضح للعيان يعني هذا الموسم نادي الشباب مو نادي الشباب اللي تعودنا عليه في المواسم الماضيه، الفريق الشرس العنيد اللي يقاتل اللي 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 يحرج المنافسين، بالعكس فريق دائما مستسلم في كل مباراه، قاعد يصير فيه تخبط. وفي نقطه وايد مهمه شفتها اليوم لاحظتها بنادي الشباب، اللاعبين تركيزهم على الحكم اكثر من المباراه، صارت هذه الحين من مباراه لمباراه قاعد يزيد هالشيء. فهذا يمكن هذه الامور خلت اللاعبين العربي ياخذون حريتهم بالملعب، ياخذون وضعهم في الناحيه الهجوميه. انا اقول لك هذه المباراه مفيده للاعبينا مثلا علي احمد خلف، بندر السلامه، مفيده ايضا للمدرب عشان يفهم النقطه اللي احنا عايزنا من اول موسم نقولها، ان عبد الله الشمالي وسلطان العنزي ما يلعبوا مع بعض. اليوم شاهدنا لما ريح عبد الله وخلى سلطان بالنص، سلطان بدا ياخذ وضعه الطبيعي في نص الملعب، مثل ما صار لعبه كاظمه لما كان سلطان موقف عبد الله الشمالي بالنص، كان عبد الله ماخذ وضعه، وجودهم وهم الاثنين مع بعض هذه طبعا كارثه كان يقوم فيها المدرب. فاليوم إيه هذا الفوز، قلت لك فوز معنوي، العربي قدم فيه يعني مباراه جميله، مباراه للمتعه الجماهيريه، السنوسي من ناحيه اليسار، بندر، علي احمد خلف، حتى المحترف اليوم تسديده اللي ذكرها ابو عبد الله، وانا اتفق معه، يعني اليوم احنا ما شاهدنا اي دخول من لاعبين نادي الشباب على لاعبين النادي العربي، ما في افتكاك نهائيا، لاعبين العربي كل كره قاعد تنتهي يا بشوته يا بكورنر، يعني قاعد ينهي الهجمه، ما في قطع من نص الملعب. فبالتالي هي مباراه فوز معنوي، وصاروا يتعالون على الكره حتى النادي العربي صار في استهتار، صار في استهتار وفي ما لقى خصم، ما لقى في مهاجم، صار في تفنن يعني على بلغتنا احنا قام يصير في استعراض اكثر منه لتسجيل اهداف. لكن هو بالنهايه مبارك لهم الفوز، ونتمنى يعني ان هذا الاداء نشوفه في كل المباريات، مو بس في مباريات الفريق اللي امامك يكون مستسلم. ويمكن هذه النقطه لما ذكرتها انا في حلقه سابقه، في ناس زعلوا من العرباويه، لكن انا اعيدها لك مره ثانيه، اليوم احنا ما نحتاج هذا الاستعراض مع الشباب، احنا نحتاج الفوز على الفرق اللي تنافسك. اذا انت تبي، احنا الدوري للحين ما راح من العربي وفي امل انك تاخذ الدوري، لكن نبي هذا الاداء يكون في كل المباريات،
وبشكل مو استعراضي، لا بشكل جدي، وتروح الجول وتقول. نعم. والنقطة اللي قالها أبو عبد الله أعيدها وأكررها، العربي محتاج رأس حربة. طيب. إذا أنت ما تجي رأس حربة في انتقالات شتوية، أنت مكانك راوح، ما راح تغير. طيب. شيء. بو عبد المحسن، يعني اليوم وضع نادي الشباب محزن صراحة، يعني ما خاصة في المباراة. نعم. يعني يمكن في مباراة يخسر يقدم يقول مستوى ممكن. أتفق وياك، أتفق ويا أخوي عبد الله وأخوي أحمد، ولكن يجب إعطاء العربي الحق بأنه اليوم العربي يعني قدم مباراة جيدة، تحركات كانت في خط النص كانت ممتازة جدا من اللاعبين. أحمد خلف اليوم قدم مباراة جيدة، يعني علي عفوا علي خلف كان ممتاز ايضا، السنوسي كان متمكن اليوم، يعني العربي قدم مباراة جيدة. قد يكون اجبر الشباب رغم يعني عدم جاهزيته او انه فريق سيء، ولكن العربي قدم مباراة جيدة اليوم. وايضا يعني الاهداف صراحه اللي تنفذت اهداف جميله، وان كنت اتفق ويا الاخوان بانه العربي لابد من وجود مهاجم صريح، خاصه في وجود العناصر اللي قاعد تمول خط الهجوم. عندك محمد فريح كطرف، وعندك السنوسي، يعني العربي يملك الأدوات لكن يحتاج إلى مهاجم، ولكن قدم مباراة اليوم يعني يستحق فيها الفوز بثلاث أهداف، ونقولهم مبروك. ولو كان هناك جائزة للتوقعات كان مؤيد ومحمد كرم يأخذون الجائزة. صحيح. أمس يعني اثنينهم توقعوا 3-0. صحيح. فألف مبروك للعرب. بس قبل ما يتكلم أخوي نواف، يعني شوف بس ترى ما زال المدرب العربي التخبطات، لحين قاعد يعيش بالتخبطات. يعني شوف لعبة النصر، ها لعب محمد فريح ورا سنوسي وخلى عمار بلوجي ناحية اليمين. نعم. اليوم لا اليوم العكس. اليوم صح، اليوم صح، اليوم رد قلب قلب قلب. يعني انت اليوم بس يعني اليوم صح، اي اليوم ردهم. يعني انت هذا التخبطات اللي احنا قاعد نقولها، اللي احنا يعني حزينين ان مدرب العربي، انت مدرب مو جديد، انت مدرب، انت العام ماخذ الدوري ومع الفريق وعارف كل اللاعبين، هذول كل اللاعبين العناصر موجودين عندك، ليش انت قاعد تسوي هذه التجارب؟ ليش ما تبدأ بطريقه صحيحه؟ نعم بس اتفق وياك، بس على موضوع المساء تكلمت عليه على المحاور سلطان العنزي والشمالي، طبعا مباراه الشباب اليوم ما تحتاج انه يلعب في محورين. ف يعني حتى مباراه النصر ما تحتاج لعب، وحتى مباراه النصر ما تحتاج محورين. يعني اليوم انت اليوم 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 عبد المحسن، انت اليوم عندك واحد من افضل لاعبين الشباب على مستوى الشباب اللي هو حسين اشكناني. نعم. لاعب جيد، لاعب قاعد يروح منتخب. نعم صحيح. ما يصير اليوم انت لاعب قاعد يروح منتخب يقعد احتياط. نعم. هذه كارثه، انت لا تدمر اللاعب. هذا ولد ناشئ قدم اول ما بدا مع الفريق قبل موسمين، قدم مستوى طيب، انضم للمنتخب، اعطاه فرصته خليه يلعب، ولما قاعد يلعب الولد قاعد يقدم. اذا عنده اخطاء كونه صغير بالسن انت تعدل له الاخطاء، مو قاعد احتياط وتدمر اللاعب. في نقطه مهمه، بس في نقطه مهمه، لما لعب محمد فريح في الجماعه، لما لعب محمد فريح في الجهه اليمنى اصبح هناك اكثر من حل. صحيح. في الجهه اليسرى هذا السنوسي، محمد فريح في الجهه اليمنى انطلاقاتها من الخلف حتى كعنصر مفاجئ في الجهه اليمين، وايضا في العمق لما يكون سيف موجود فاصبح عندك اكثر من حل. فهذا هذا هذا يعني واحد محمد فريح يعتبر واحد من مفاتيح العرب. طبعا ما في شك. ابو خالد خلينا نتكلم عن حراس المرمى وحارسي المرمى. احمد دشتي حارس الشباب، انت شفت الاقوال الثلاثه يتحملها كلها؟ بس تسمح لي عزيز قبل ادخل في هذا الموضوع، بس احب اوصل رساله شكر بس عزيز. تفضل. يعني شكر الكرام فرض. لا فضل الشاكر فيه، لكن من اللي يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا حقيقة للسيد خالد الغانم رئيس نادي الكويت اللي استقبلني اليوم استقبال حقيقة، يعني كل كلمات ما علمت منها وما لم أعلم، لا يعني ما ليس بمقدورها أن تصف شعوري اليوم باستقبال الحار لي حقيقة. وهذا ايضا ما هو غريب على ابو محمد، ما هو غريب على ابو محمد، ويعني رجل، وهذه عوايد يعني تعود حقيقه، يعني كل عارف انه يعني مثل يعني يليق فيه قول الشاعر يقول تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها الغبض لم تطح انامله. حقيقه يعني احرجني وكرمني تكريم، ووعدني ان في وقفته اللي يعني كاني انا حرس نادي الكويت حقيقه اليوم،
فأنا يعني هذه كلمة حق يجب أن تقال في هذه الشخصية الرياضية المحبوبة من الجميع. شكرا لك يا أبو محمد، وليت الكواكب تدنو لي فأنظمها قصائد مدح، فما أوفى لكم كلمة حقيقي. استاهل. فأنت الندى، حليف الندى، ما للندى عنك مذهب، لمن شفت اليوم من كلمات يعجز اللسان عن وصفها. استاهل يا أبو خالد. ومحمد مو غريب عليه دائما وطفاته مع الرياضيين، ودائما نكرر هذه الوطفة. المفروض أن كل الرياضيين كرمونك. الله يخليك. لك تاريخ يعني مميز ونواب، خدمت البلد. صحيح. استاهل أبو خالد. أما بالنسبة لأهداف الثلاثة. إيه الأهداف طبعاً. أنا أول شيء مباراة التفوق يعني فيها يعني إيجابية كبيرة، كونه يطلع سليمان عبد الغفور في كلينشيت بعد الهجوم الغير مبرر حقيقة والقاسي أحياناً من نشاهده في السوشيال ميديا على حارس مرمى، كان سبب رئيسي في حصول النادي العربي على بطولة الدوري بعد غياب طويل. أصبح أي هدف يحملونه لدرجة أن في الهدف مال الفاول هذا يعني في أنا عرباوي قال لي كابتن إيش رأيك، كأن الكرة قلت له ما توصل الفاول مال النصر، قلت له عاد أقولك شيء أنت أقول عاد مرة واحدة، لكن أنا رسالة لسليمان عبد الغفور أقول له لولا أنك مميز لما يعني تعرض. وايضا لجماهيرنا العربي، ممكن انت تنتقد سليمان لكن لا تجرح، بالاخير هو انت تجرح في اليوم وباكر هو بيوقف في البلد. بس ما فكلين شيت يعني انت كحارس مرمى الصراحه. نعم. يعني انا يعني اعتز بوجود عبد الغفور، لكن عبد الغفور ما عنده مشكله في الكرات العرضيه، كل الحراس لا يعني بشكل واضح. لا لا هو يعني بشكل واضح. لا ترى في توفيق بعد التوفيق يعني الجديده هذه مع الكره هذه اغلب حراس العالم عندهم مشكله. مو بس حراسنا، لا 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 حراسنا يعني بزياده. بس اليوم لكن احمد سليمان غزي عبد الغفور كانه بيصنعون هالمشكله غصب فيه. هي لا مشكله، لا 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 بس انه سبحان الله في الهجمه صارت الان عليه. لكن انت لما تكون هناك يعني انتقاد او انت تحت الضوء ما تقدر تغير في 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 الا في مستواك يعني في الملعب. لكن هو الافضل حاليا يعني ما، لكن انا احييه حقيقه وان شاء الله حارس الشباب يتحمل ثلاثة هو حارس العربي بعد حارس الشباب احمد دشتي لا طبعا اكيد يعني ولا يعني الحين احنا قلنا ان الكرواتي كان له مجال انه يسدد، لكن ايضا ما هضم حقه، ترى تسديده كانت يعني روعه. صحيح. نعم. يعني يقول لا تصد ولا ترد يعني ما نقول، وشال كور والله بعد. اي لا شال كور طبعا. تصدها تصدها انت ولا لا؟ والله بس اقول لك انا محظوظ مع عايشك. لا انت صراحه انت من الناس اللي الواحد كان يعني يفتخر يلعب ضد امانه يعني، وحارس لك مكانك وترهب المهاجمين يعني امانه. فاكيد شوف الان ترى شعور الحارس الشباب كونه يلعب ضد فريقه اكيد يعني بيحاول انه يثبت وجوده. والعربي طبعا نادي يعني معروف يعني نادي، وهذه نقطة اليوم نادي حراس مرمى اللي قالها أبو خالد. اليوم من الأشياء المميزة في النادي العربي التسديد اليوم. نعم. لاحظنا يعني بندر الكرواتي، علي أحمد خلاف، السنوس، يعني الكل، فريح أيضا، يعني الكل قاعد يسدد، وهذا شيء إيجابي. أنت اليوم التسديد مو بس للتسجيل، أيضا لما أنت تسدد تنهي الهجمة تعطي مجال حق ربعك، حق النص الفريق، حق المدافعين يأخذون وضعهم الطبيعي ويرجعون حق أماكنهم. هذا شيء جيد. أحمد إحنا يقول أيامنا العربي بكل مكان يشوتون. إذا صار فاول ما تدري من يشوت عليه. طيب كل مكان يشوتون. عموما بعد الفاصل أيضا سنتحدث عن بعض الأخبار العرباوية، خاصة فيما يتعلق بإعارة بدر طارق إلى نادي الشباب حسب ما أعلن رسميا، وايضا حسب ما اعلن رسميا بان سيتم الاستغناء عن مردكيان، وتقريبا اقتربوا من هاملتون مهاجم كاظمه السابق. فراح ناخذ راي الاخوان اضافه الى بعض الامور الاخرى ايضا فيما يتعلق باختيار افضل حكم في الجوله السابقه. الاتحاد اختار يوسف نصار حكم مباراه القادسيه والسالميه، ناخذ راي الاخوان في هذا الاختيار هل هو مستحق او لا، حتى ايضا حسين الموسوي كأفضل لاعب. بعد الفاصل سنعود.
صباحكم الله بالخير. فيما يتعلق في الأخبار العرباوية وأخذ رأي الأخوان، نادي العربي، هذا الخبر مخرجنا بإسماعيل كمر، يوافق على إعارة بدر طارق إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم. أبو عبد الله، تؤيد هالقرار؟ والله يا أخي أنا بعرف بس الأسباب شنو عشان أقدر يعني أخذ قرار في هذا الموضوع. يعني هل اللاعب في البداية هل هو ملتزم مع النادي؟ إذا كان ما كان يقدم مستوى، أنا كمستوى فني إحنا ما شفنا يلعب أبو بسعود، ما يلعب إلا الشوط الثاني وفترات قليلة. لكن أنا السؤال المهم، هل اللاعب ملتزم بالتدريبات؟ إذا اللاعب فعلا مو ملتزم كما سمعنا، أوكي أنا أعير اللاعب، ما يفيدني اللاعب. نفس الطريقة في قبل كم سنة سليمي ما كان ملتزم بالتدريبات وفعلا عطوا إعارة وراح اللاعب. فأعتقد بس السؤال يطرح نفسه، أنت يا بدر طارق إذا ما التزمت مثلا في نادي العربي، هل راح تلتزم بالمسافة تروح لأحمدي وتلتزم هناك؟ إذا أنت ما التزمت المكان قريب يعني، يمكن انت بتروح لحمدي قريب من لحمدي، ما ادري والله. ابو موسى انت شو رايك؟ والله شوف يعني بدر طارق الكل يعني اول ما طلع يعني توسم فيه خير، والكل كان يفترض انه يكون واحد من نجوم الكره الكويتيه مو بس من نجوم النادي العربي. لكن امانه الولد ما قدم شيء يعني يعني اللي احنا مثلا ممكن نقول يقول ما اعطوه فرصه يعني لا ياته في مواسم سابقه ياته ترى يعني في اكثر موسم كان يبدي يعني المشكله مو شيء يعني حتى احنا من قبلنا من الاخوان في 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 النادي العربي يقول لك الولد في التمرين يعني مو طبيعي، لاعب اداء فوق 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 الجيد فوق الممتاز، يقدم ويتمرن لكن وقت المباراه ما قاعد يقدم. مو هو الكندري مثلا يطلعون هذا التركماني يطلعون بدايه قويه وبعدين ما سبتهم ما يكملون. فاليوم اليوم مساله بدر طارق انا شوف يعني احنا بالعكس احنا هذا ولدنا ولد النادي وابن النادي، ودنا يكون مع العرب ودنا يقدم، لكن احيانا فيها خيره ممكن ان شاء الله انها فيها خيره انه يروح هناك ويثبت جدارته مثل ما حصل مع زين زكريا، مثل ما حصل مع التركماني اليوم قاعد نشوفه مع نادي الكويت، راح كان اللاعب العربي راح نادي الشباب قدم مستوى طيب وبالتالي شاروه نادي الكويت. فاحنا نتمنى ان بدر طارق يرد على كل الاخوان سواء اللي في النادي العربي او خارج النادي العربي اللي قاعد يشكون في قدراته وفي امكانياته وفي مستواه، انه يرد عليهم من خلال تقديم مستوى جيد مع نادي الشباب ويثبت للناس انه هو فعلا عنده الامكانيات ويملك الامكانيات واتوقع رغبته بعد واللي اهله يعني عرفت. فاليوم انت بدر طارق اليوم الكره في ملعبك، اليوم هذا سلاح بيدك انت، هاي كره قدم عزيز ما حد يغششك، انت ادائك هو اللي يفرض نفسه على الاخرين. اليوم انت يا بدر احنا نتمنى انك انت تقدم اللي عندك ونشوفه في نادي الشباب عشان احنا نطالب فيك ونطالب فيك مو بس في النادي العربي، نطالب فيك حتى في المنتخب. طيب زين محسن، هل العربي للشباب هل يعتبر سيعتبر اضافه بدر طارق للشباب؟ شوف اول شيء بتكلم على موضوع انه هذا راي فني طبعا لمدرب واداره النادي العربي في للفريق، اعتقد انه يحترم وجهه نظرهم. يعني احنا ما نقدر مثل ما قال اخوي احمد انه نخالف هذا الراي باعتبار انه يعني بدر طارق ما اعطانا الوجه الفني العالي اللي والله نقول لا والله خطا انه يستغنى عنه. قد يكون هذه فرصه جيده لانه يروح يحاول اثبات وجوده مع فريق يعني يحتاج الى لاعبين ويمكن راح يلعب هناك كاساسي، يمكن يكون لصالحه في حين الان العربي مو هو محتاجه فنيا بدرجه كبيره في 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 مع الفريق. نعم ابو خالد انت شو رايك؟ قلت لك في امر غريب يعني حصل في النادي العربي دائما يعني اللاعبين البارزين او يعني موسم بعدين يختفون يعني كذا لاعب الحين لو تعدهم عزيز يعني شيء غريب يعني. كان هذا بدر طارق من مثل ما قال كابتن احمد متوقع انه يصير من افضل اللاعبين في الكويت. نعم والتركماني يعني هذا كان وغيره الكثير لاعبين عربي ماني عارف يعني ليش ما يكملون. منو اخر لاعب يمكن اللي من المرحله السنيه وصعد؟ شيء غريب يعني قاعد يحصل في اللعبة. يمكن فكره التركماني هذه شجعته اكثر نجاحه في لما راح نادي الشباب ونجح وراح نادي الكويت العربي مثلا يلعب اساسي ممكن يكون يطور من مستوى. نعم يعني العربي غير يعني اكيد نعم. من ذكيان قرار الاستغناء عنه سليم 100% اي ابو موسى 100% وابو عبد المحسن ما قدم شيء. لا ما قدم يعني اللاعب ما قدم شيء حتى والله يعني يشفع له مع الفريق خاصه. بالعكس الحين الفتره الشتويه
العربي بحاجة إلى لاعبين أفضل حتى ينافس على الدوري ويحافظ على اللقب، يعني بحاجة إلى لاعبين أفضل. وبعدين عزيز شوف هذا مريكان، هذه رسالة مو بس للنادي العربي، لكل نادي في الكويت اليوم لا تتعاقد مع لاعب مصاب، هذه مجازفة إنك تتعاقد حتى لو كان منه اسمه، لكن أنت اليوم لما تتعاقد مع لاعب مصاب احتمالية إن هذا اللاعب يقدم لك شيء ترى ضئيلة جدا، وهذا ما حصل مع اللاعب. أنت اليوم تعاقدت مع لاعب كلفت ميزانية خزينة النادي وخذيت مكان وخذ مكان محترف وبالنهاية ما قدم شيء لك وها بردك استغنيت عنه، لأن أنت أوردي لما يتعاقد معه كان مصاب اللاعب. نعم طيب زين، ممكن تصير مثل ما الغطسية الدبار يعني ما قدم القسم الأول بعدين راح العربي وهدف دوري. لا بس ترى يا العربي عقب ثلاث أندية يعني الغاتسية راح ليرموك راح ليرموك سامية بعين ياك العربي، وحتى في بدايته مع العربي يعني أقصد في لاعب ممكن يعني تصبر عليه أربع مباريات في لاعب ممكن تصبر عليه يعني مو في لاعبين يعني في لاعب لكن مو متوفق. طيب خلنا ننتقل لجوائز اتحاد الكويتي لكرة القدم من الجولة السابقة من الدوري. طبعا حسين الموسوي خذ أفضل لاعب في الجولة، أفضل حكم في الجولة السادسة يوسف نصار اللي حكم مباراة القادسية والسالمية، أحمد صادق أفضل حكم مساعد، وأفضل فريق لفحيحيل. رأيك أبو عبد المحسن؟ والله يشوف بالنسبة لحسين الموسوي قدم مستوى جيد في مباراته مع القادسية مع السالمية في المباراة ويستحق أنه يأخذ، لكن الحكم يوسف نصار الصراحة من الخطأ الكبير الاتحاد انه يضع في 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 حتى في الاختيار كحكم، كون اولا لم يدر المباراة بإدارة جيدة، كان هناك يعني تعامله حتى مع اللاعبين نرفز لاعبين القادسية في هناك اخطاء كبيرة واخطاء يعني فاولات عكسية على القادسية، عدم احتسابه للكثير من الاخطاء ضد لاعبين القادسية حتى منها شد وفيها مسك باليد، ومع ذلك حتى ما عمل فاول حتى مو انذار، فاعتقد انه من المعيب اختيارك افضل حكم. ايش تقول ابو خالد؟ انا اقول يعني ما شاء الله حسين، انا قلت لك مره طلع السيد اصلي هذا انا قلت ما اقول لا فعلا انا كنت على بالي بروبي طلع اصلي صراحه ما شاء الله عليه الله يوفقه حقيقه ابو علي، يعني لاعب يعني صنع فارق حقيقه بنزوله، واشوفه مناصفه مع بدر كان يعني يستحقون، لكن الحكم لا طبعا يعني كحكم الافضل حكم في الجوله لا. طيب ابو عبد الله بس منو اللي اختاره؟ الاتحاد نفسه. منو زين؟ شوف شيخ احمد اليوسف يعني هو برايه يعني ولا لجنه هو رئيس لجنه الاختيار يعني ما تبي الصراحه ما اعلنوا عن الاسماء منو بلا سواء على كحكام او لا ما اعلن، هو رئيس اللجنه الفنيه والرئيس يعني هو براسه حاطين رئيس اللجنه بس ما قالوا انهم اللي اختاروا اي من اللي اختار من اللي اختار زين منو ما ادري انتوا اختياراتك انتوا باللوبي تحطونها سطره كل واحد شنو اختار صح ولا لا؟ صح نكشفها نعم نكشفها للعالم كل واحد اختياراته، فخلي ليش ما يذكرون منو اللي اختار؟ تسبب احراج عجل اوكي بس منو هذا الاحراج اصلا اللي قاعد يصير؟ لحظه احراج لما تحط الاسماء انت في احراج لما احنا حطيت اسماءنا احنا اليوم احنا محللين حياديين احنا بعيد عن الاتحاد لا مو فاهم لا انا اتكلم عن نقطتك انت اللي تقول لما يحطون الاسامي لا لازم حياديين هاي الحياديه في كل مكان، لكن اقصد اليوم لما احنا نعلن اسامينا قدام المشاهدين احنا من نهايه ابعاد لا تربطنا علاقات يعني من ابعاد لاعبين ربعنا اي ربعنا غير بس هذا اليوم بالاتحاد لما اللجنه تشتغل بالاتحاد وهي تصوت فهذا قريب رجال العمل زين احمد لاعب جيد ويقول لك والله انا افضل في الجوله ابي اعرف منو اللي مختار مختار اي والله يعني ما يحق لنا نعرف من اللي يصوت ما يصير لا ما يصير زين من اللي يصوت البنو ما يصير هو اكيد في لجنه لا شوف هو لا يصير لا يعلن عن اسماء الاختيار بس خلينا نعرف منو اللجنه هذه اللجنه لازم نعرفها لازم نعرفها بس انا اقصد لا يعلن عن الاسامي عشان 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 احمد في حاله الحكم حاليا انا ابي انتقد الاشخاص اللي اختاروا منو اللي اختاره بس ما تدري من اختاره لا ليش سر الموضوع يعني حطينا لك احنا مثلا ثمان اسامي انت منو من الثمانيه مشكله من الثمانيه مو مشكله 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 من الثمانيه
مو مشكلة من ثمانية داخل الاتحاد هل هني من الاتحاد ندري لازم ندري حقنا ان ندري بس اكيد يعني شوف انت لما كنت في لجنه المحترفين مثلا مالت النادي العربي هل 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 عرفنا منو اللي اختار مثلا فلان ولا فلان ولا كلكم كلجنه نعم اخترتوا هل حتى يوم كنا في جائزه الشيخ الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الاحمد اللي هي جولدن ويل جولدن ويل كنا عارفين الاسامي اللي اختار وكنا كلامكم هذه الاصول هذه الاصول لازم هل هم لهم علاقه في كره القدم ما لهم علاقه اكيد لجنه الحكام ربعهم اكيد بلا ادنى شك شغل بالكره صح خلينا نعرف بس عزيز شوف بلا ادنى شك ان لجنه الحكام هم حكام اكيد حكام سابقين او حكام حاليين يعني بس طبعا يعني بعيدين عن التحكيم واختاروا ما فيها لجنه اللجنه ما فيها احد زين منو بس مو تركي اللجنه رئيس لجنه الحكام طالب الاتحاد يقول له عضو اللجنه وليد الشبه والله عزيز 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 والله انا اختصر الاختيار من حقنا انا نعرف عزيز والله من حقنا نعرف طالب الاتحاد انه بس منو يا جماعه قاعد يصوت بس من اللي يختار والله صح اي والله ما فيها شيء هذه رساله حق ابو تركي وادري انت ما ترد علينا وادري وما تطلع معنا في برنامج ولا تواجهنا اتكلم مباشره يمكن برا هذه امانه نقولها تطلع مع اخونا ابو فواز مع مراسليننا هذه يعني اقولها في كل امانه ان اي احد من الاخوان يقابلك تطلع معه لكن كمواجهه وجها لوجه ما اكثر من مره الاخوان يطلبونك انك تكون معنا في مداخله وفي مواجهه وجها لوجه كله ما يبقى لا يطلع بس خلينا نقول لنا بنفس عشان شيك اقول لك احنا ما نبي تواجهنا وتكلمنا وتقول لنا بس نبي تحط يبقى اختيار افضل حكم واختيار افضل فريق واختيار افضل لاعب اللجنه مكونه من الآتي خلينا نعرف هل اشخاص نعرفهم ان حياديين هل اشخاص لا والله نعرفهم محسوبين على هالنادي محسوبين على هالطرف محسوبين على هالطرف بعدين ما يصير يكافئون حكم مثل هذا في مباراة السالمية والقادسية كافضل حكم بالجو ما يصير ما يقولون من اللي قاعد يصور اصلا 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 خطأ انه حكم عليه علامة استفهام في المباراة يوضع كافضل حكم هذا في تحدي حتى للجماهير لا 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 تحدي يا رايه لكن بنعرف بس اصلا مصالحهم انا ملاحظ من المعيب انك ما ندري انا ملاحظ ملاحظه ابو تركي بس ما ادري هل في محل انا ماني متذكر الجولات الست الماضيه بس اتمنى تصحح لي هالملاحظه اي حكم يخسر القادسيه مباراته تعطونا افضل حكم نعم وشاره دوليه انا ما ادري وشاره دوليه ما هذه ملاحظتي ما ممكن اكون مخطئ فيها لا بنحطك في محلها في محلها والله كنا لا في اكيد 100% لا كذا حكم مدحوه حق القادسيه خساره القادسيه هو شوف يا يكافئونا يا اشاره دوليه مكافاه هذا يشجع الحكام لا طبعا قولها من باب المداعبه طبعا القادسيه خسر مباراتين امام الكويت بس عطى حقه عطى ما يخالف ابو سعود ما يخالف بعدين خسر من السالميه عطى القادسيه حقه وقول خسر عطى السالميه حقه عطى حقه عطى القادسيه حقه في المباراه وبعدين لما يخسر نقول والله القادسيه انتم خسرتوا لان انتم سيئين في المباراه لكن لا تعطينا سبب في المباراة من ناحية الحكم إنه فيه أخطاء كثيرة. حتى بس سالمية فاز عليك يعني سالمية مو مرة فاز عليك. محسن إذا جماهير القادسية نفسها أنت صراحة حيرتني ما أدري أنا حسيت إنك أنت تمثل القادسية أمانة بالدفاع المسلمين اللي قاعد دافع. طلع قتساوي وقال لك قتساوي. بس أنا اللي أعرف إنه من نادي الساحل. إيه هو بده. في مشكلة شلون؟ اليوم كل واحد فينا عارفه ويمثل منه. لا لا. الشاهد إنه. هذا كله عشان هذا كله عشان انتقاد يعني لا. انتقادك. مو عشان انتقادك لأنه يعني بعد نفس. هذا قتساوي نفسه. عبد الله أيضا من الساحل. مخل اذا القدساوي نفسه العربي زين شلون لا لاعب العربي مثل العربي ريال مثل العربي لاعب الساحل بالاساس بس مثل العربي اليوم القدساوية نفسهم نفس القدساوية مو راضين على فريقهم صحيح نفسهم وهم جمهور القدساوية مو راضي على فريقه انت الوحيد اللي راضي على القدساوية لا 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 انت الوحيد اللي تقول القدساوية قاعد يلعب زين لا والله العظيم لا لا مو صحيح لا لا مو صحيح هذا حقه مو صحيح تكلم مع مستوى الفريق معناته زي شنو معناته معناته القدساوية قاعد يقدم والحكم هو اللي القدساوية احنا انتقدنا القادسية كلهم متفقين على القادسية لكن يقول ويتكلم على مستوى الحكم خلي الحكم يعطي القادسية حقه
وننتقل للغاتسية. أنا أقول الغاتسية خلي يرجع الغاتسية اللي عرفناه قبل 10 سنين أيام الريال هذا اللي قاعد أمامنا وأيام الفريق وخل الإدارة لا تفرط بلاعبينها ها اللاعبين اللي فرطوا فيها زين وذيك أقول الغاتسية شوف خلي الاتحاد يرجع مثل الاتحادات السابقة من عمر الدين يلعب مع ضد الحكم ومع الحكم الغاتسية ما يخاف عليه بس اليوم لا نحط شماعة الحكم لا أنا مع أحمد لا نحط شماعة الغاتسية ما قاعد يقدم يا جماعة لا نحط شماعة الحكم كل خسارة قلتوا حكم الغاتسية خلي رد الغاتسية لي ما يخالف بلد كلامه العربي ما انتقدوا الحكم العرباوية؟ لا ادري بس انه تكلم في ما انتقدنا انا ما كنت موجود بالحلقه لا هو في انصاف والانصاف انتقدنا المدرب يعني تعيس يعني الانصاف انك انت تعطي الخصم بعد حقه يعني ها يعني عارف احنا باركنا للسالمية فوز سالمية مستحق لكن احنا قاعد نتكلم عن جائزة الغسيل ما خسر نتكلم عن ابو خالد الغسيل ما خسر 3 من الكويت حكم لا لا مو حكم هذا نعم هذا انت توك تقول توك حق الريال انت توك تقول حق الريال تقول القاسية كل ما خسر كافئوا الحكم زين ضد الكويت وين ضد الكويت لا ما تغلى يلا اوكي هو قال اكيد كلامك هو اكيد كلامك شارة الدولية عطوا اكيد كلامك شارة الدولية شارة الدولية اكيد كلامك كافئوا ولا مو كافئوا متى عطوا شارة الدولية احمد نفسك وهالموسم قاسية اول خسارة ثاني خسارة زين اوكي هو قال لك عطوا خسارة عطوا خسارة بعد شنو يا ابو موسى كافئت الحكم لا 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 تغطي هذا زين غتساوي خلينا نتكلم احنا شان غتساوي هذه اعطاني خساره زين اول خساره مع حكم اجنبي زين وليش وين عطوا ما يعطونا حكم اجنبي ليش قاعد طلع حكي على العالم ثنتين انا قلت لك ليش قاعد طلع حكي على الاتحاد قلت لك ثنتين لا ثنتين اي خساره ثنتين اي شارة الدولية عطوا حق منو حق منو روح اسال ما عطوا شارة الدولية لا تعرف لا عزيز خليك عزيز تكلم لا نطلع شوف لا ما طلع شارة مو مع الاتحاد انا قاعد اقول الصدق شوف اسمع الاتحاد قاعد يقول شاكل وعنده تخبق بس ها كلمة حق تقال لا اعطيه يوسف نصار جائزة افضل لاعب افضل حكم هم يشوفون شيء انت ما تشوفه لا يا عمي لا يا عمي حكم الحكم لا يا عمي انت اقول شوف شيء خليك حقاني يا ابو موسى خليك حقاني لا تدافع لا ما دافع لا تدافع عن الباطل لا 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 انا ما اظلم انا حقاني هذا مو حقاني لا لا هذا حق هذا حق لما تعطي افضل حكم تتكلم عن الاتحاد 15 علامة استفهام في قراراته وتقول لي خليك انا ترى بعلمك هذه مو اول مره لما ننصف القادسيه ونتكلم بحق للقادسيه يقول لك انت والله بالساحل ايش حق ايش دخلك في القادسيه احنا حتى صرنا العربي في فتره من الفترات الكويت قلنا يبا هذه مباراه اللي كانت مستحقه حتى بتويتر كتبتها ان فوز مستحق والكويت تستحق الفوز ما فيها شيء لكن لما اشوف الظلم انت محلل شوف كل الانديه لا لا شوف لما اشوف الظلم اقوله ارجع اكد كلامك بس وين الظلم بالموضوع لا لا ظلم لا ما في ظلم لا ما في ظلم لان انا خلاني اقول لك هالجمله هي الكويت كاظم انا خلاني اقول شفت مباراه الكويت كاظم نعم شفتها نعم ايش رايك بحق عبد الله الجمالي كان افضل حق انا انت ما جيتني بالسؤال انت ما جيتني لاي ما جيتني انا لا يتحق عبد الله ولا جيتني انا اللي اشوفه هذا الموسم من افضل الحكام عبد الله الجمالي وكان هو اللي يستحق الجائزه زين ليش عرفت بس احنا ما نتكلم انا اتكلم عن جملتك عزيز ما تنقال ليش ما عطوه شلون ما تنقال اوكي شلون ما تنقال اروح اكافح حكم ليش ما عطوه الجائزه وجماهير غاتسية غير راضي عليه انا اتكلم عن عشان جمهور غاتسية غير راضي عن جملتك اللي اكدها ابو عبد المحسن لما تقول اي فريق يخسر قدام غاتسية نعم 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 صحيح هاي صحيح تبي لحظه من اللي شال الحكم بغرفة اللاعبين احتفالات واحتفلوا فيه منو قول لي ربع الحكام منو اي مباراة النهائي مباراة منو ربع الحكام منو اي مباراة ربع شو المشكلة اي مباراة اقول شو المشكلة احتفل اي مباراة اي مباراة النهائي منو قول لي منو انت قول لي منو منو انت قول يلا انت قول الغاسية والكويت اوكي وبعدين زين وبعدين شو المشكلة ربع الحكام احتفلوا صارت من قبل صارت من قبل وايد تصير من قبل وايد تصير من قبل عطني حاله وين حاله وايد قبل عطني حاله بس قبل ايش المشكله عطني ايش المشكله قبل عطني ايش المشكله قبل لا تقول لي وايد قبل المشكله انه ما في تلفون يوثق عطني حاله ما في تلفون انت موجود انت مو موجود وايد عطني حاله انت مو موجود عطني حاله انت مو موجود وايد حاله عطني حاله واحده مو وايد عطني واحده ما اذكر الحين بس خلاص لا تقول لي تقول لي ذكرت لك ثلاث حالات عطني خسر الغاتسية اروح اشيل الحكم وارفع عطني
عطب عبد الله ما معتبر عطب عبد الله كلام روح احتفل برا مطعم وهذا كان بامكانه عطب عبد الله كلام حكم تحتفل غرفه عبد الله عبد الله يعني تحتفل الحكم الحين مو محتفل بالملعب بنص الملعب وهو لا لا بس كان في ناس داخل الغرفه عاد انتوا لا تبرروا الغلط لا 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 بس في شغله هو ما شاف حكم يحتفل في شغله مهمه في المباراه هذه الاخيره القادسيه والسالميه لما يكون اللاعبين يحتجون لاعبين القادسية والسالمية وإداريين نادي القادسية احتجوا وإداريين نادي السالمية أيضا احتجوا أعتقد أن هذا مؤشر أن لم يكن بالمستوى المطلوب يعني باختصار أنا أقول لك يعني لما تشوف في لما تشوف لا لما تشوف الأطراف كلها يعني سواء لاعبين أو حتى إداريين اعتقد انه يعني فعلا انه ما كان بالمستوى المطلوب صراحه. نعم طيب 100 ما سالت انا قلت انت قلت لا ما سالتنا على المستوى يعني تفضل شفت فوق السؤال تفضل والله شوف طبعا اخوي ابو علي يعني مكسب من هذه السالميه امانه لاعب هداف قناص مثل ما قال ابو خالد اليوم كان سيد هذا خاصي من ولما نزل صراحه عمل فارغ يعني وكان جدا اختيار موفق من الكابتن محمد ابراهيم في لحظه التبديل وتوقيت التبديل وهذا ما هي غريب على ابو نواف فهو يستحق الجائزه افضل لاعب في وجهه نظري صراحه كان مفترض افضل حكم اللي هو عبد الله الجمالي شاهدنا اداره جدا رائعه في مباراه الكويت وكذا ومباراه كانت ثقيله يعني مو مباراه عاديه ايضا اليوم بعد عبد الله الجمالي صراحه في ادارته للمباراه يعني انا يعجبني عبد الله الجمالي بهدوءه بتركيزه بوجوده دائما غريب من الحدث فانا اعتقد ان عبد الله الجوالي واحد من افضل الحكام امانه هذا حسين المسوي كان مميز الحقيقه في حتى مع الكويت وايضا في هذا اللقاء وانا من الناس اللي حتى في تويتر سميته ابراهيموفيتش الكره الكويتيه صراحه لاعب مميز انا حقيقه دخلت بدر بالمناف معاه لان بدر يعني انا والله حور قلبي سوى كل شيء يعني حقيقه والله بدر يعني مع الاسف يعني في المبارتين هذه ومع الكويت يعني تشعر انه في مثلا يعني كان في يعني كان خذلوه يعني لاعب مخلص لا اي والله يعني بدر قاتل وترى يعني قاتل ودافع وصنع وشو مسوي عشان فريقه فاز اكيد طبعا عشان لانه فوق مو فريقه فاز هو سبب الفوز يعني هو نزوله لا شوف هدفين يا حسين موسوي يعني مو بدر مطوع اقول له هو اللي عمل الفارق انا عزيز والله اقول حق بدر مطوع في محله اقول يا بدران يا ابو ناصر والله يعني حقك علينا حقيقة والله العظيم بدر معور قلبي حيلها نعم يعني قاعد يسوي بدر هو الأفضل لا على فكرة هو الأفضل لا بدر أنت تتكلم على مستوى الكويت الآن في هذا السن هو الأفضل نعم لاعب بهذا السن ويتحرك ويؤدي ويصنع ويسجل ولا وفوق هذا أنا أتكلم عن الأخلاقيات قاعد يهدي الحارس مرمى من صوب يهدي الإدارة من صوب فكان له دور صراحة فعلا انا اقول ان بدر والله ابو سعود لاعب السالميه هذا مهدي هذا مهدشتي دعم مهدشتي لعب مميز والله لاعب مميز جدا طيب خلينا في حالتين تحكيميتين قبل الفاصل الاخوان يقولوا ما عليهم مجهزينهم خلينا نشوفهم مع الساده المشاهدين هذه الحاله الاولى التسلل وانا عندي مناشده لمعالي الوزير الجديد اتمنى يعني ما ادري انا ما اعرف حتى الاخوان اللي معاه في مكتبه لكن الدين الدكتور حمد روح الدين نعم اتكلم منو اللي معاه في مكتبه لان وراها صار ركله الجزاء طبعا الحكم رجع انها موقف تسلل انت تقول تسلل ابو عبد المحسن لا هو شوف هي تسلل لكن في القانون الجديد لازم تكتمل اللعبه لا ادري هو كمل اللعبه صار اقصد تسلل نعم تسلل تسلل ابو خالد تسلل وعبد الله تسلل ابو عاشر مو واضحه على الكاميرا هذه مو واضحه طيب هذه كاميرا بسيطه لا في راسي انا في راسي معك بالنسبه للخط واضحه هو اقرب للخط من اللاعبين السنين شوف الخط الريل الخط لا خلي شوف الخط لا الريل جبين مثنيه يا جماعه لا شوفوا ريل جيمس اللي على الطرف ما يخالف ريل جيمس شوفها انا عارف متساويه مع ريل ما يخالف بس شوف المسافه للخط بالنص فيه في 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 مسافه اللي بالنص اوفسايد لا انا قاعد اتكلم عن ريل جيمس شوف ريل جيمس اوفسايد اللي تحت اللي صوب اللاين صوب الخط اوفسايد شوف المسافه واضحه ريل جيمس يا جماعه ريل جيمس ما تبين طيب. الكاميرا ما تبين ابغى اطلع والله لفيت راسي عموما الحاله اللي بعدها وعايشه تشقلت مو واضح طيب هذه الحاله اللي بعدها الحكم عطى كرت اصفر فقط لعلي فورد
هل كرت أصفر فقط ولا أحمر بو؟ لا أصفر أصفر أصفر. وخالد والله يعني دخل قوي صراحة. لا بس ما يقدر يعطي أكثر من أصفر. لا أصفر 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 بخا... أبو عبد الله أصفر. بس ليش دخل عليه كذي يعني؟ يعني ما له داعي. لا ما له داعي. لأن أبو السنوسي هو سنوسي هذه ترى مشكلة بعد. استعرض أكثر من لا لا لا. يفترض أنا ما سويت شيء. تصوير في تصوير تلفزيون الكويت ركز على الكرات اللي تستحق انذار من اللاعبين اللاعبين الشباب ضد العربي. نعم. في لعبتين ما ذكرت في في في, في التقرير التلفزيون ضد محمد تنيفر كان دخول اقوى من هذه حتى انذار ما اخذها. ما شفناه هو. دقيقة 62. نعم. دقيقة 62 او 61 جاء نزول برجيل الثنتين على محمد تنيفر ولا اخذ حتى انذار. طيب بس ولا نوقشت ولا نوقشت حتى في التحليل يعني التحكيم. السنوسي الحركات هذه لما تسويها وفريق خسران كذي بهالطريقه يعني تبالغ فيها ترى ممكن يتعورونه. اي هم تنرفزوا ترى من لا يعني عليه على ان يعني مو بس في عليه يعني هذه ذكرني فيها النقطه انا كنت يعني حاطه بتكلم عنها يعني افترض مدرب العربي بعد 3-0 ولما شاف السنوسي والتدخل المفروض يبدله المفروض يبدله يعني انت تحافظ على اللاعب تعرف اي اخر شيء بس انت يعني لا اول شيء شوف التبديل التبديل اول شيء التبديل المحافظه على اللاعب وايضا انت تشوف الفريق لان الحين الكل عارف الكل عارف ان العربي اصبح السنوسي يعني هذا الشيء ما نقدر نغيره العربي هو الهادي السنوسي فاليوم احنا بنشوف الفريق من غير السنوسي واعطاه فرصه بعض اللاعبين واعطاه فرصه بعد 3-0 وعطى فرصه لبعض اللاعبين طيب ممكن سبب مشكله كبيره ترى طبعا يعني طبعا ويعوض نفسه لا بيعوض نفسه سبب مشكله على شنو نعم انا محترف انا ما ادري هالموضوع صراحه طرحته اكثر من مره وماني عارف صراحه ماني عارف هل هو الموضوع عند الاتحاد او عند وزاره الاعلام لكن اليوم سواء عند الاتحاد وهذا اتمنى يتدخل معالي وزير الشباب الجديد اللي اتمنى نجد طفره في مثل هذه الامور وهذه ابرزها صراحه هذه ابرزها او عند معالي وزير الاعلام واتمنى هذه ايضا يجد لها حل مو معقول احنا 2021 جايبين فار ما نحط الخط السعوديه عندهم فار عندهم خط الامارات قطر تقنيه اتكلم عن خط التسلل يعني نفس اللقطه اللي شفناها لو كان في الخط هذا اللي يعطيك الاحمر والازرق وفي يوضح لك انه اوف سايد ولا اون سايد يعني دول الخليج الحين حتى السيزر. كم يكلف كم يكلف يعني كم يكلف ابو سعود 100000 دينار دول الخليج دول الخليج كلها الحين طبقت السنسر حتى بالمرمى ما يعني ما يا معود احنا ما نبي احنا نبي الخط دول الخليج شنو هذه مناشده سواء لمعالي وزير الاعلام دكتور حسين الحسين او لمعالي وزير الشباب اذا كان الموضوع يتعلق في الاتحاد صرف ميزانيه لهذا الخط إضافة إلى زيادة الكاميرات أكثر صحيح. يعني اليوم مو معقولة أمس تكلم عن حالة مباراة ركلة جزاء القادسية والسالمية ما في كاميرا ورا الجول ورا الجول ورا الجول تبين لك إن يعني شوف اللقطة اللي من الخلف بالضبط شنو اللي صار في دهس ما في دعس يعني في أمور هذه الكاميرا اللي أوكي في كاميرا بالزاوية صح يعني قاعد نشوفها وموفية ومؤدية اللي عليه لكن انا اتكلم خلف الجول بالضبط هذه مهمه الكاميرا المفترض هو مفترض 30 كاميرا الى 35 كاميرا يا معوي ما انا نبي 10 بس لا اذا بتطبق الفا اذا بتطبق تقنيه فار لازم تكون في عندك بس كاميرات بس لازم بعد ما ننسى اخونا عبد الرحمن المطيري وزير الاعلام السابق وزير الشباب نشيد في العمل الجبار انا شكرته نعم يعني جزاك الله خير وانا هم يعني والله تفاجئنا صراحه صارت شكر امانه للدور اللي عمله في 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 وزاره الاعلام بشكل عام مو بس في قطاع الرياضه صحيح. دور جبار وان شاء الله الدكتور حمد روح الدين يكمل المهمه والاخوان اللي في مكتبه ايضا نصبح عليهم بالخير ادري انهم كلهم شباب ايضا ورياضيين ويحبون الرياضه ونتمنى ايضا يهتمون بالقناه الثالثه الرياضيه في موضوع زياده عدد الكاميرات احنا عندنا امور تخص انا قلت لك احنا كم عندنا يعني مباراه او كم عندنا نادي اذا حتى الدرجه الثانيه اللي هي الدرجه الاولى قصدي ما يكون مبارياتها نعم. ليش يعني انت دوله غنيه وعندهم امكانيات نعم. دول العالم كلها يلعبون 10 مباريات في اليوم منقوله السعوديه الرياضيه قاعده تنقل الدرجه الاولى قطر قاعده تنقل فليش ما تنقل حتى الدرجه الاولى طيب تقارنا فيهم
والله نقارن ليش ان شاء الله كلنا ثقه في معالي الوزير اقول سن الياس ما يخالف بس لازم نتكلم ان شاء الله كلنا ثقه في معالي الوزير الجديد دكتور حمد روح الدين حسب ما عرفت انه مهتم في الجانب الرياضي والاخوان اللي معاه في مكتبه ايضا صبح عليهم بالخير مهتمين في الجانب الرياضي واحنا داعمين لكم يا اخوان اي ملاحظات نوصلها لكم بشكل مباشر نروح لفاصل وبعدها سلام صباحكم الله بالخير اخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ابدا مع اخوي سالم صباحك الله بالخير صباحك الله بالخير ابو سعيد وعلى اخواني الموجودين يا حياك الله والاخص ابو عائشه حياك الله يا اخوي سالم حياك الله الله يطول لي عمرك الله يرحم والديك انا والله اول شيء ابو سعيد انت تقول خساره الهلال تسعدك وتسعدني انا بعد وان شاء الله خساره القادسيه بعد بكره بعد ان شاء الله تسعدني اكثر لكن انا بوجه كلامي لابو عائشه تفضل ابو عائشه لما نجوميه ابو عائشه بدايه سنه كان ابو عائشه ما يتاثر بالاعلام واستمر بنجوميته ابو عائشه اليوم احنا للاسف في مواهب في النادي العربي يعني مثل اخوي بدر طارق مثل بندر السلامه مثل علي خلف يعني نشوفهم فترات ويغيبون فترات هل هم يتاثرون بالاعلام او ما في توجيه لهم ان لا تتاثر بالاعلام ما زال المشوار قدامكم احنا نبي توجيه منكم يا ابو عائشه نجوميه ابو عائشه تنطبق على نجوميه الشباب هذول يعني مثلكم وشرواكي في النادي العربي يدعمون المواهب يعني للاسف انا حزين على بدر طارق اول طلع بدر طارق ما شاء الله تبارك الله انتم تشيدون فيه احنا نشيد فيه وكثير منا يعني لكن اليوم حزينين على بدر طارق طيب وين ليش تراجع بدر طارق شنو السبب طيب شكرا لك شكرا لك اخوي سالم أخوي نواف صباحك الله بالخير صباحك الله بالخير هلا سعيد هلا حياك الله امسي عليك وعلى الاخوان الكرام اللي معاك صبح عليكم صباحك الله بس انا ما كنت عندي مداخله على كلام الاخ الكبير اللاعب المحترم الاخ احمد موسى يوم انفعل على الحكم يوسف نصار يعني لو كان الحكم هذا محكم مباراه العرب والساميه انا ما اقول لك القادسيه كان ستار بيوم هول لا احنا كجماهير القادسيه احنا اول شيء نلوم بيتنا اللي هو نادينا نلوم لاعبينا بعيد عن مدرب احنا نلوم لاعبينا الاداء كان ضعيف من اللاعبين مو المدرب المدرب مو ساعه المدرب ينزل لاعبين ويعطيهم خطه وما ينفذون وانتم كلكم فنيين وعارفين انا اتكلم على الحكم اللي من الدقيقه 5 بالضبط وهو رافع ضغط اللاعبين وانت عارف كلاعب سابق ان الحكم يقدر ينرفز اللاعب ويقدر يخليك تعيش اجواء المباراه كحكم نفس هذا يستحق افضل حكم بالجوله يعني يمكن سمعتها بعد مشاركتي ان انت ايدت عبد الله الجمالي وانا ايدك ان افضل حكم الجمالي كهدوء لكن يوسف نصار ظلم على الحكام الباجين انا لما اشوفك انت احمد موسى افضل حكم او افضل لاعب واشيل جائزه منك واعطيها حق لاعب تحتك بالمستوى انت راح يحوشك احباط ليش ما يعطيني انا افضل حكم بالجوله هذه ظلم الحكام نفسهم احنا الحين نطالب الاتحاد بشكل عام لازم يطلعون الاسماء اللي قاعد تختار الافضل منو اللي قاعد يختار الافضل هل هم من الافضل عشان يختارون الافضل يعني نبي نعرف الاسامي بالضبط اللي قاعد يختارون انا ما تقول تجي تقول لي افضل حارس بالكويت بالانديه الكويتيه نواف الخالدي احط لي عراسي الجسور مو انا اشهد له لكن لما تجي تقول لي حكم عليه لقب وصار في اشكاليه وعندك حكم مباراه نفس الجمالي كل هدوء واريحيه وما في احتجاج عليه ما يستحق افضل حكم انا بس هذه نقطتي عشان كلمتك انت لما قلت حق الاخ اللي معاك قلت له ان انت مو قتاوي لا احنا اللي بنتكلم شيء انت مو قتاوي انت ساحل ابواني وراه مو قتاوي في وايد ما نبي نتكلم احنا مو عرباوي عفوا هم يدافع عن العربي لا احنا ما نبي نتكلم شيء لا احنا نتكلم بالحق احنا القادسيه ما نضرب شيء قبل مشكور يا نواف اخذ اخوي موت صبحك الله بالخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله الله يعطيك الصحه والعافيه احييك واحيي الضيوف الكرام خاص بالذكر اخونا ذروه لتواجده اليوم واطلالته الجميله وحيا الله الجميع انا عندي نصيحه ان قبلت اوجهها الى هي عامه وخاصه عامه الى جميع الوزراء الجدد اللي يقودون الان ان شاء الله المسيره ان يوفقهم الله ادعوا معي ان الله يوفقهم ان شاء الله امين
أنتم أمام مسؤولية عظيمة جدا تسألون عليها يوم القيامة واحد واحد، شنو قدمتم لهالبلد، شنو قدمتم لهالبشرية وهالشعب اللي موجود. لا يعني لازم اتقاء الله، هذا أمر أساسي ورئيسي نجاح عملكم. أما النصيحة الخاصة فهي إلى وزير الإعلام، كنا نختص في المجال الرياضي والشأن الرياضي، نقول له ابدأ من حيث ما توقف من قبلك، لا تهدم ما عمل الآخرين وتعمل لنفسك مجد تشكر عليه طبعا، لكن النجاح الحقيقي لأي وزير لأي عمل مؤسسي أن تبدأ من حيث ما انتهى الآخرين إن كان عملهم عمل ناجح. والكل تقريبا يكاد يجمع على أن الأخ عبد الرحمن المطيري قدم عمل كبير وعمل نقلة نوعية في وزارة الإعلام خصوصا في القناة الثالثة الرياضية. صحيح. نتمنى أن يستمر العمل مع الوزير إلى الأفضل إن شاء الله. هذه نصيحتي للطرفين وشاكر لكم. شكرا لك. هذا. شكرا لك. طبعا ما في خلاف إن شاء الله، يعني اتقاء الله في كل الوزراء، معالي السادة الوزراء ما في شك يخافون الله قبل كل شيء، وهذه يعني هذه مفروغ منها يا أخوي حمود. أما ذكرى صحيح، بس هذا أمر مفروغ منه، يعني ما يحتاج أذكرك أقول لك والله اذكر الله يا أنت ذاكر الله، يعني ما يحتاج ذكرى تنفع المؤمنين. النقطة الثانية بالنسبة لمعالي الوزير، احنا أنا قلتها قبل الفاصل، كلنا ثقة في الدكتور حمد، ومن خلال يعني علاقتي الشخصية ببعض الإخوان في مكتبه يعني أدري أنه هو مهتم في الجانب الرياضي وجانب القناة الثالثة، فإن شاء الله راح تشوف شيء يسرك إن شاء الله قريبا. أخوي سعود صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير. حياك الله. أحييكم جميعا، وتحية خاصة حقيقة إلى الأخ العزيز والغدير محمد الذروة أبو عبد الله صديق الغربة والهايد بار في لندن. هذا الرجل يعني عرفناه عن قرب ويستحق كل الاحترام والتقدير، والله يهونون الاخوان جميعا. عندي رساله الى الاخ عبد العزيز عطيه لك يا ابو سعود. تفضل. ارجوك يا اخوي انك تسمع وتفهم وتعي هذا الكلام زين. تفضل. وارجوك انك ما تقاطعني. تفضل. دام فضلك. فواز مبارك الحساوي ابو عبد العزيز. اي والنعم. خط احمر بالنسبه لنا كجمهور غتساوي. ولا نسمح لك ولا لاي شخص من باب الوفاء انك جمهور غتساوي لهذا الرجل بان تدس السم في العسل في ظل هذه الظروف تحديدا. فواز ضحى بالكثير ويعني ودفع الغالي والنفيس. شنو اللي شنو اللي السم في العسل يا سعود؟ ارجوك ارجوك يا ابو لا ما يصير تقط كلام وتقول لي ارجوك. لا 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 لما تقول لا شوف شوف انت اتصلت بتجابلني صح؟ بتواجه واجه طبعا. واجه شنو الكلام اللي السم في العسل؟ تفضل. كلامك أمس إيه؟ عن فواز الحساوي بخصوص عدم دفع مستحقات خالد رشيدي ويعني في معلومة وصلت الظروف هاي معلومة وصلت لك سم بالعسل هذا كلام ما ينقال منك يا سعود. معلومة وصلت لي صحيحة ولا غير صحيحة؟ خلني استرسل لا لا في ظل هذا الوقت يا ابو سعود يا عمي روح قول حق 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 غيرك روح قول حق غيرك في ظل هالظروف قاعد تكلمون على القادسية مو انا اللي قاعد اتكلم على القادسية. طول بالك وخلني استرسل. ما يصير تقط كلام انت ما تعي معناه يا سعود. ما يصير الدسم في العسل كلام ما ينقال يا سعود. انا قلت معلومه يا ابو سعيد تأيد تأكدها لي ولا تنفيها؟ بس انت تأكد لي المعلومه ولا تنفيها؟ انت الحين انا فيها انا فيها ايش دراك التزم في كلمه مع ايش دراك انت رشيدي ادري ادري اكد هذا الكلام في 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 مساحه بتويتر اكد هذا الكلام انه شنو التزم في كلمه مع خالد رشيدي وفواز يعني كلنا عارفين خالد ليش 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 طلع وغرد وقال بمشي وبروح وما انحلت مشكلتي. هذا ظرف ثاني يمكن 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 موضوع يعني ما يصير ظرف ثاني. الريال طلع وغرد وصرح تقول لي ظرف ثاني يا سعيد. يمكن يمكن قد تكون مشكله فنيه مع الاداره مع المدرب يمكن مشكله. قلت هذه معلومتي هذه معلومتي هذه معلومتي وانا المعلومه اللي عندي تاكد ان 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 فواز ملتزم يعني ما يصير ما يصير نقول اي معلومه عن القادسيه ولا عن فواز الحساوي يعني لا يصير تقول بس يا سعيد في ظل هذا الوقت تحديدا في ظل يعني يعني انباء عن عوده فواز الحساوي لمجلس الاداره انباء عن عن يعني يعني حيا الله تحديدا حيا الله بيعود حيا الله بيعود عودته يعني شكوى انا شنو موقفي ضده ولا معاه ما يهمني رجع ولا ما رجع ما يهمني بنايم الغتساوية الامور في ظل هذا الوقت تحديدا احنا كجمهور غتساوي نتمنى يعني ان تهدى الاوضاع نتمنى عوده فواز الحساوي لبيت نادي الغتسية يبقى فواز الحساوي يعني ابن لهذا النادي ويبقى فواز الحساوي شكل الموضوع بالكلام اللي انا قلته شكل الموضوع الكلام اللي قلته انا هذا رساله شكل كلام بالكلام اللي قلته يا سعيد
شكوا الكلام بالرسالة اللي قاعد تقولها، شكوا كلامي، معلومة وصلت لي، خبر وصل لي، ما يصير أقول معلومة يعني؟ يا ابن خلصنا من الموضوع هذا الحين، أنا قاعد أوجه كلام إلى من يهم الأمر. إيه تفضل. طوال الحساوي وطلال الفهد يبقون إخوان ويبقون يعني صحيح. أبناء هذا النادي. اختلاف في وجهات النظر لا يفسد الود قضية. يعني فواز بإذن الله راجع لبيت نادي الغادسية، وإن شاء الله إن شاء الله أن الجمهور غساوي راح يعني يفرح قريب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بالعكس بالعكس يا أخوي سعود، ترى فواز الحساوي ما في شخص ينكر اللي قدمه للغادسية ولا اللي قدمه للرياضة الكويتية ولا اللي عطاه حق اللاعبين وتكريمه للمعتزلين وتكريمه للمحتاجين، ما في أي شخص ينكر هذا الأمر. لكن أنا دوري أنقل معلومة، شلون ما تبين أنقل معلومة؟ وكلام سعود، وكلام سعود غزة يوضح للناس يعني. لا الناس في الفترة الأخيرة عزيز قام يطلعون حكي إن في خلاف بين أنا لا يا أبو موسى وغزة، هذا غزة هذا مشكلة عسل، إن لا سوون مشكلة لا مشكلة. أنا مشكلتي مع الناس اللي حافظ مو فاهمة، هذا مشكلتي ترى، مشكلتي مع الناس اللي حافظ مو فاهمة. جملة تكون عباس، هذا مشكلتي عباس. أنا شوف إيش قال مؤيد، قال عندي معلومة إنه هو خلص هو اللي خلص موضوع مالية العقد مو الصفقة، العقد. قلت له انا اللي نمى لعلمي ان شخص اخر هو اللي تدخل لحل مشكله عقد خالد الرشيدي، بس هذا اللي قلته. شوف كفرت انا بسعود، ما يخالف بعقب على الموضوع هذا. ما عندي وقت والله ابو عبد المنعم. ثواني 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 فقط. شوف العلاقه اللي تربط بين الحساوي والشيخ طلال علاقه اخوه وقديمه ومن احسن ما يمكن، لكن لكن انا يعني شرحتي مو عليه، هو على الاثنين بعد، انه يظهر الـ 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 الامر اعلاميا على موضوع القادسيه. اتمنى اتمنى هم اثنينهم كاخوان انهم يجتمعون في نادي القادسيه بعيدا عن الـ 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 الاعلام، حتى لا يعطون فرصه لبعض الناس انه يعني يسيئون يتصيدون او يتصيدون بالمالح. كلمه والله يا جماعه عندي اتصالات، كلمه حد بس ترى فوات، اذا وعد اوفى. ما يعني لا ادري ادري لا انا اقول انا اقول الحين شنو قلت انا قلت ما حد ينكر لا 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 بس اقصد واللي واللي قدمه لا ادري بس اقصد انه ترى يعني قول وفعل، اذا وعد اوفى. فاذا نعم. اذا هذا صدقني ممكن تاخير ولا شيء، لكن طيب بدر صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي يا حياك الله. الله يجزاك خير، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. حياك الله. الله يرحم والديك. انا عندي تعليق بسيط يعني. يوصل اليوم شخص عرس اليوم يلعبون اداره النادي، يعني انا اتمنى يكون يعني في موقف للشيء هذا. يعني اليوم احمد الدوسري لاعب بنادي خيطان اليوم عرسه، خلص مباراه الساعه 7:30 صباحا، انا واحد من الناس قاعد بالعرس التنظيم. انا هذا يعني يعني انصدمت انه جاي والله من النادي عنده مباراه اليوم مع صليبي خان، فيعني ما لعبوا غصب يا بدر، حتى ما لعبوا غصب يجي رفض. هذه اداره، ما هو يعني رجل محتكم لاداره وما صارت ماشي ما في شيء غصب يا بدر. لا 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 اكيد احمد قال لهم انا مستعد العب ولعب. لا يعني بس يعني يعقل يعني مثل لو سمح هذا رايه وجهه نظر احمد، هو موافق انه يلعب يا اخوي. هذه اصلا هذه ما فيها وجهه نظر، هو يبي يلعب يا بدر، يقولوا له ما تلعب هو يبي يلعب. قول عزيز اسمع، هو يبي يلعب ولعب، هو يبي يلعب، شو المشكله يعني؟ ما غصبوه يعني، ما جبروه اداره خيطان. انا ادري طال عمرك، انا ما اقول غصبوه، انا اقول يعني الاداره المفروض هي اللي تقول له لا يعني. يعني لا سمح الله لو انه مكسور يعني مثلا، يعني الاداره هي اللي تفرض عليه المفروض. هو اللي هو اللي يبي يا بدر. مشكور مشكور. اخر اتصال اخوي عبد العزيز، صبحك الله بالخير. الو صباح الخير. اليوم 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 حياك الله. الله يحييك. ابغى اتكلم ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله، شلونك؟ الله يسلمك حبيبي، كيف الحال؟ الله يطول عمرك يا مرحبتين. أتمنى استمرارك بالبرنامج لأنك إضافة للبرنامج ولك صورة من الباقيين. جزاك الله خير يا أستاذ. وأتمنى أنك ما تكون ضيف، تكون أحد أعمدة هذا البرنامج المحترم. لا موجود إن شاء الله وياك. يشرفني والله. لا نبي دائم أبو سعيد. إن شاء الله أبشر. مرتين دائم. أبشر. جزاك الله خير يا أبو. يا أبو عبد الله ترى مو بس برنامج رياضي، مكبه بالاخلاق، رجال خلوق، وين ما تحط علي من هناك محلل بمعنى الكلمه. والنعم فيه والنعم فيه وفيك يا انزل. رسالك ابو سعيد، تفضل. مو معقول اطالع برنامج ريموت بيدي، اقصر انزل ازيد اقصر،
تبي نسولف؟ لا شوف هذا الموضوع يعني, يعني ما, 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 ما انت الحين لما تسولف وياي هل صوتك على على سيستم واحد على على تون واحد على ليفل واحد؟ ما يصير على ليفل واحد, اكيد ترفع شويه تنزل شويه. اقصد مو كمبيوتر يا عبد العزيز, بدوخ المخرج اقصد الضيوف اللي عندك ولا كسور حتى الضيوف يا عبد العزيز. مسعود 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 خلي الريموت بيدك. مسعود لا تهد الريموت, خله بيدك. لا ما ينفع, تعبت والله, شد ايدي من الريموت. لا اقصد الضيوف اللي عندك ابو سعيد, والله مرات الصوت ما في دش على بعض. والله شو نسوي, كله من ابو عايشه اللي بيدافع عن عن الباطل. ابو عايشه خط احمر, ابو عايشه خط احمر. يعني غداوي انا بس خط احمر. ابو عايشه مشكور, مشكور يا عبد العزيز. مشكورين, مشكور يا ابو سعود. يعني هذا احنا بديوانيه, مثل ما انت تكون بديوانيه, في وقت الحوار يصير عالي, وقت الحوار يصير نازل, وقتنا ساكتين, وقت يعني. عموما خل نروح حق الدرجه الاولى ونشوف احداث مباريات اليوم وناخذ راي الاخوان. ردينا على العالم. تفضل تفضل. شنو الاخوان الاثنين, اخوي نواف اعتقد اللي قال اني انا, واعتقد هو يمكن رد صلحها. انا ما قلت انه يوسف نصار يستحق جائزه افضل حكم. انا ما أنا لا لا علق وقال قال انا شفت بعدين ابو عايشه. قال عبد الله بس انا اقصد انا ما كنت قاعد ادافع على الحكم, انا قاعد كده النقطه ثانيه نهائيه. نعم. وانا ذكرتها. ها انا فاهمك والله. اي يعني نعم. بس هذه اللي وصلت صح. اي عرفت يعني إيه. فانا انا انا بالنهايه يعني ما له دوري اني ادافع عن الحكام. الحكام هو هذا بداخل الملعب يدافع عن نفسه بادائه, عرفت. نعم. والنقطه في نقطه اعتقد بدر طارق. اي نقطه بدر طارق إن الاعلام الاعلام طبعا في شتان, يعني في فارق كبير بين ايامنا. لا كان في سوشيال ميديا, لا كان في البرامج اللي موجوده الحين. بس وين احمد موسى هو طلعته صراحه؟ لا, لا, لا والله 16 سنه احمد, اقول 16 سنه كان يعني نجم بالفريق. بس علي خلف كنت انا موجود, كنت تعب. اي اذكر ايام الضبابه. اتكلم عن بدر طارق. احمد الضبابه, ايام الضبابه. الضبابه الايد هني. ف يعني بدر طارق يمكن يمكن يعني يستحق صراحه. في مثل ما قال هو بدايته كانت جيده, الكل توسم في خير, لكن يمكن ظروف مرت على اللاعب هم مع دراسته والجامعه وكذا. لكن اتمنى نعم. اليوم انه يثبت جدارته ان شاء الله في 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 نادي الشباب ويعود مره ثانيه. الجيل صعب هذا والله. ولا والجيل والله شوف صعب. واحيانا بس حتى حق اخوي سالم يعني ترى احيانا الاعلام مضر اكثر منه مفيد. يعني دائما الاعلام سلاح ذو حدين, احيانا يضر اللاعب ما يفيده, خاصه اللاعبين الصغار. بالضبط. يعني هذه على قولتهم الاعلام الزايد واللفخه الزايد. احنا قبل خلطوا علينا على الجرايد. رياضي رياضي. لا طلعت رياضي. رياضي تواصل. رياضي تواصل. طيب ما في وقت اخوان يقولوا لي نعرض الدرجه الاولى. ما عليه ان شاء الله باكر. مبارك طبعا يا شيخ. مبارك الشيطان الساحل. الساحل فوزهم اليوم 4-0 على بورقان, وقدموا يعني انا الصراحه المباراه العربي والشباب يعني شاهدناها باعتبار انه نفس الوقت, لكن تابعت سناب خلف. نعم. كان يعني مغطي مغطي اشياء كثيره, حتى صوت العارضه سمعته بالسناب. يعني بعد في صوت العارضه بالساحل اقوى من صوت العارضه مال وين بدر. مع خيطان صوت العارضه. وين مع خيطان صوت لا لا مال البرقان والساحل. استاهلون. نبارك الساحل ان شاء الله باكر. وبارك الخيطان عزيز. نبارك الخيطان. ونبارك احمد الدوسري ايضا ولوالدته الكريمه ايضا الزواج وبالرفاه والبنين يا اخوي احمد الدوسري. واشكر اخونا بدر فالح او فلاح اللي ذكرني عشان بارك لاخونا احمد الدوسري. مبروك يا اخوي احمد, والله يوفقك ويرزقك ان شاء الله. اليوم القادسيه والفيحيل, من تتوقع يفوز؟ قادسيه ان شاء الله. كم؟ 3-1 ابو خالد. ان شاء الله فايز. لازم يفوز ان شاء الله. كم؟ 2-0 ان شاء الله. ابو عبد الله. بصعوبه يعني القادسيه فرق واحد يعني. واحد. ابو عايش. القادسيه 3-0. 3-0. طيب الهلال والفتح كم النتيجه؟ كم تتوقع الهلال والفتح؟ نسيت نسيت 3-2 نسيت 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 بعد التضامن والسالميه. التضامن والسالميه. التضامن السالميه اتوقع السالميه يواصل للتالق. لا لا التضامن الكاظمة. اسف التضامن الكاظمة. التضامن الكاظمة. اسف كاظمة. كاظمة بالصداره منتهي يعني. اعتقد كاظمة يفوز. كم؟ 2-1 تضامن كاظمة. 2-0 شبيب. شبيب قوي. اتوقع كامل شبيب. تضامن 2-1. انا راح خلفكم كلكم. تضامن انا قلت. تضامن انت وياي. لا معروف التضامن. التضامن راح يفوز. لا عيل تعادل بخالفكم كلكم. تعادل تعادل. عموما قبل لا اختم
على الصدفة أنا سألت القادسية عن الهلال صدفة. شوف سبحان الله القادسية نغلبوا 3-2 والهلال نغلبوا 3-2. شوف عزيز سبحان الله الصدفة الصدفة خير من 1000 ميعاد ونفس الأسبوع. سبحان الله سبحان الله اليوم والله. بس ما نطول هلا عزيز على طول رد لك. والله أنا ما نطول صدقني تأخذ 10 سنين على طول. أسبوع أسبوعين ورد. شكرا شكراً لرعاتنا وداعمينا راحية حق الحساب. شكراً لرعاتنا وداعمينا شركة ونرز العالمية معقمات هايجين ومياهبيرين. الشكر لأطياب القمة. الشكر لشركة HYCM. الشكر لأيضاً نظارات كيفان. الشكر لمعرض الوجاهة للأقمشة. شكر لدير اندير. الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفو زيز في الكويت. الشكر لمعرض أسد للملابس الرياضية. الشكر لمتادور ديزاين. قبل أختم الحساب اللي اخترته لكم حساب تشلساوي. وتشيلسي تعادلوا قبل شويه مع برايتون 1-1. الحساب لاخ عزيز اسمه عزيز لكن ما اعرف من وين صراحه والنعم فيه فعلا يعني حساب واضح. الفيديو يبين يعني ملامح الخسائر التعادل. كل ما يتعلق في تشيلسي اخبار تشيلسي التعليقات اللي تخص نادي تشيلسي أدعوكم لمتابعة حساب أخونا عزيز خاصة التشلساوية وعشاق نادي تشلسي. مشكور يا عزيز على هذا الحساب وعلى تفاعلك ويعني تواصلك مع كل ما يتعلق بأخبار تشلسي. للمعلومة ما أدري يمكن عزيز أكيد يعرفها لكن أقولها للتشلساوية، هل تعلم بأن الجول اللي تسجل اليوم في مرماكم من برايتون هو أول هدف في التاريخ لبرايتون في الستانفورد بريدج على تشيلسي؟ تعلم؟ ما تعلم. ما تعلم. وين انت؟ حافظ بس ما بس ما ما انت حافظ بس ما تف. بس ابو سعود يعني بعد هم بعد يعني بعد ما تميز صراحه خلف العنزي بالسناب. نعم ودي صراحه متابعه لهذا الحساب المميز. نعم قاعد يتابع الدوري خاصه الدرجه الثانيه اللي هي مظلومه. يستاهل والله. انا قبل اختم ايضا لا انسى نشكر صاحب مطعم شنو ربس اند رايس اليوم يعني جاب لنا وجبه عشاء طيبه. مشكورين ربس اند رايس مشروع جديد لشاب كويتي او شابه كويتيه نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. اكرمك الله شغل طيب كثر الله خيرك وان شاء الله الله يوفقك ويرزقك. تذكروا هالاسم ربس الرايس. الرايس طبعا العيش والربس الاضلاع هذه مالت اللحم يعني شغل طيب شغل فاخر. مشكورين كثر الله خيركم. نلقاكم باكر مع السلامه.